السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أعزائي المشاهدين، في استعراض لفيديو جديد من مسلسل طائر الرفراف. الحلقة 35 ستكون مثيرة جدا، فبعد أن أخذ كاظم سايران معه وقراره بالعودة لعنتاب، سيكون هناك مشهد لسايران وخديجة قبل السفر في قصر كورهان، وسيكون هناك حوار أيضا بين سايران وأورهان، وسيطلب منها أورهان أن تبتعد عن فريد لأنه لا يريد خسارته لأنه الابن المتبقي له. سايران بعد حوار أورهان ستستسلم وتقرر العودة بهدوء لعنتاب، وسترسل رسالة لفريد ملخصها أن ينفذ مطالب عائلته ويتزوج من بيلين وينساها، وأنها لا تلومه على هذا إطلاقا وغير غاضبة منه. فريد سيوجن جنونه وسيحاول اللحاق بسايران لمحطة الحافلات، لكنه لن يلحق بها هذه المرة عكس المرات السابقة، وسيكون متأخر كثيرا. وسيحزن فريد ويتشتت ويعود للقصر، ويعلم برغبة عائلته في إقامة زواجه من بيلين سريعا. فريد سيعلم لاحقا أن زيلين هي من أخبرت كاظم بوجود سايران في القصر عن طريق بيلين، لأنها رأتهما معا في الغرفة، وسيقرر الانتقام من بيلين وعائلتها وتأديبهم على طريقته الخاصة. بعد سفر سايران لعنتاب ستكتشف بأنها حامل، وستخبر والدتها وعمتها خديجة بهذا، وسيلحق بها بعد فترة طارق، حتى أنه سيذهب هناك وسيكون قريب منها، وهذا بطلب من جده صفوت. أما سونا فستستمر في معاناتها مع زوجها ذو الشخصية الغير متزنة كليا، ويقال بأن سونا ستكتشف أمر الفتاة المحتجزة هناك والتي تكون حبيبة طارق. إلى هنا نصل للنهاية، لا تنسوا دعمنا بلايك اشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد والمزيد دوما عن مسلسل طائر الرفراف. سلام.